موجز أخبار التناصح، أهلا بكم. أكد مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب الجمعة استمرار سرية الهندسة العسكرية الطبيعة لغرفة العمليات الميدانية في تفكيكها للألغام التي زرعها مرتزقة فاغنر بمنازل المواطنين في مناطق المشروع والسدرة وصلاح الدين والخلة وعنزارة ووادي الربيع قبل فرارهم من محاور جنوب طرابلس. كما طالب المكتب المواطنين بعدم العودة حتى تفقد منازلهم إلى حين صدور إعلان رسمي من الغرفة بالخصوص لضمان سلامتهم. أكدت الأمم المتحدة أن مؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي الجهة الليبية الوحيدة المخول إليها قانونا بيع النفط. جاء ذلك خلال رد حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا لنقل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا الواقع تحت سيطرة ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر. استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مقتل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات وإصابة آخرين. وقالت الوزارة في بيانها الجمعة إن الوزارة تتواصل مع الجهات المعنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ووضع حكومة الضحايا وعائلاتهم في صورة أي تطورات بهذا الصدد. تقدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الطاهر سيالا بواجب العزاء لسفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا الشيخ اسكندر علي في ضحايا مجزرة مزدة والتي راح ضحيتها 22 شخصا من بنغلاديش. سيالا وفي اتصال أجراه مع اسكندر يوم الجمعة أكد أن هذا الفعل والإجرام لن يمر مرور الكرام وإن دولة ليبيا عازمة على تقديم الجنة للعدالة لنيل جزائهم العادل على حد تعبيره. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.